مشاهدينا الكرام، نعتذر عن انقطاع البث المباشر. معنا اللاعب الدولي موسى احمد، لاعب كما سبق وقلت لاعب الوداد البيضاوي السابق، اليوم هو يعني مدرب لفريق للمنتخب السوداني الشقيق لاقل من 17 سنه، 20 عاما، لعشرين عاما. اليوم هو في ضاية رومي أو ضواحي مدينة الخميسات، يتواجد هنا بين أهله في بلده الثاني. موسى أحمد، مرحبا بك على قناة شوف تيفي. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية يعني أنا سعيد جدا بهذه المقابلة، وشكرا جزيلا لقناة شوف تيفي على تسليط الضوء على المنتخب القومي السوداني واعطانا الفرصه للظهور والحديث عن المعسكر وعن الايام الخوالي في المملكه المغربيه من خلال النادي الكبير جدا الوداد، وكما يحلو لمحبي وداد الامه في فترات كانت جميله جدا عشنا فيها في المغرب. ومن خلال بعد ترك كره القدم والاعتزال، يمكن انا اصبحت يعني من المشجعين او من كبار المشجعين لفريق الوداد باعتبار الانتماء لهذا الفريق واللعب لهذا الفريق، وكذلك المحبه الكبيره جدا للمملكه المغربيه. قضيت ايام جميله جدا في المغرب، و يعني انا كنت بين اهلي يعني حقيقه، يعني من خلال الكرم المضياف للشعب المغربي ولجمهور الوداد بصفه خاصه، فبالتالي اصبح هنالك انتماء لهذا البلد، وانا بعتبره بلدي الثاني، وبعتبر الوداد فريق الاول. المريخ طبعا هو الفريق الام بالنسبه لي، لانه الفريق انا لعبت فيه وفريق بلدي، والوداد هو الفريق الثاني بالنسبه لمحمد موسى. فانا سعيد جدا بتواجدي للمره الثانيه في المغرب، من خلال هي ما المره الثانيه، يمكن كانت في زيارات عديده للمغرب بعد ما انا اعتزلت الكرة او تركت فريق الوداد، لكن هي المرة الاولى او المرة الثانية بالنسبة لي كعمل. يعني انا في المرة الاولى كنت لاعب، والمرة الثانية اتيت مدير فني للمنتخب الشبان. فانا سعيد جدا بوجودي في المغرب، وسعيد جدا في وجودي بضاية الرومي، اللي هي يمكن في الفترة انا كنت موجود في 2002 ما كانت هي موجودة، او ما هذا المنتجع لم يكن موجودا، تأسيسه في 2008. فسعدت جدا بهذا المنتجع وبالقلعة كبيرة جدا سياحية، يعني فيها استضافة جيدة جدا ومكان جيد جدا ومناسب للمعسكرات. موسى أحمد، عجبك المغرب؟ أكيد أكيد. غادرت المغرب سنوات، اليوم جئت المغرب، تغير المغرب، تقدم. هو طبعا بكل تاكيد يعني هو المغرب متقدم اصلا. انا اعتقد انه حتى في الفتره انا كنت موجود فيها في 2002 المغرب يعني بلد متقدم جدا، لكن دعنا نتحدث عن الجانب الرياضي. يعني التقدم في الجانب الرياضي من 2002 الى الان يمكن تقدم كبير جدا وملحوظ واضح تماما للعيان، من خلال البنى التحتيه المميزه جدا من ملاعب واكاديميه كبيره جدا، يمكن هي اكاديميه جلاله الملك محمد السادس، صرح عظيم، وشفنا نتائجه من خلال النتائج الجيدة جدا للمنتخب الأول المغربي في كأس العالم، والتشريف الكبير جدا للكرة العربية من خلال وصول الفريق للمربع السابع. أعتقد أنه ده إنجاز غير مسبوق، وهذا الإنجاز أكيد ورائه رجال. لو تحدثنا عن من القيادة العليا جلالة الملك وولي عهده، وكذلك الجامعة الملكية المغربية بقيادة الرئيس الجامعة السيد فوز الأغجع وأركان حربي. أعتقد أنه في شغل واضح وعمل واضح وعمل دؤوب وخطط طويلة المدى، ونتمنى أنه يعني الخطط دي ترى يعني هي رأت النور وسوف ترى النور إن شاء الله. وإن شاء الله كأس العالم 30 إن شاء الله 2030، اعتقد انه المغرب ان شاء الله حتفر العالم بالتنظيم ان شاء الله من خلال الاشياء اللي احنا شفناها حاليا والعمل الدؤوب الكبير جدا على المستوى الرسمي وعلى مستوى الجامعه الملكيه. استاذ احمد موسى احمد، هل
يعني لديك تواصل، لا زال هناك تواصل مع اللاعبين السابقين فريق الوداد الرياضي، هل لا زالت هناك ذكريات جميله لن تمحى من ذاكره موسى احمد؟ نعم بكل تأكيد، يعني في تواصل، وتحديدا يعني مع صديقي وأخي وحبيبي هشام لويسي، أنا متواصل معه ومتواصل مع هشام، وكذلك تواصلت مع طارق الجرموني، وتواصلت مع بن شريفة بعد ما وصلت للمغرب، لكن هشام لويسي علاقتي لم تنقطع به، حتى أنا في السودان يعني متواصلين، وأهدى لي تيشيرت الوداد في يعني بعته مع صديق مشترك اللي هو وكيل اللاعبين عبد المجيد، قدم للسودان واعطاني التيشيرت بتاع الوداد هديه من اخي هشام لويسي، فالتواصل مستمر وممتد، واصبحت علاقه يعني اخويه كبيره جدا بينه وبين هشام لويسي، ويمكن باقي اللاعبين فرغت بيننا سبل الحياه، لكن هم يعني يظلوا في الوجدان وفي الخاطر، وكلهم يعني كل اللاعبين بما فيهم يعني، حتى انا الى الان يعني اذكر المرحوم الكابتن يوسف بلخوجة، انا لانه كنت في مشارك في هذه المباراه، وقبل يومين كنت في الغنيطرة في تدريبات في الرمال، فتذكرت ذلك اليوم، يعني اليوم اللي كان حزين على الكره المغربيه وعلى الوداديين وعلينا كلنا، فبنترحم على روح الاخ يوسف بلخوجة، ونسال الله انه يجعله في اعالي الجنان ان شاء الله، وكذلك يعني اتمنى انه كل الاخوان الزعلانهم في تلك الفتره يكونوا يعني بصحه جيده، وهم واسرهم وعائلاتهم. استاذ احمد، موسى احمد، هل لن نراك يوما ما؟ انت دخلت الى عالم التدريب اليوم، لن نراك اليوم يوما ما يعني مدربا لاحد الفرق الوطنيه المغربيه؟ هو يعني الواحد كرة القدم دائما هي يعني بتقوم على الطموح وعلى على الأهداف، يعني أي إنسان في الدنيا عنده أهداف وعنده طموح، في البداية عندما كنت لاعبا، وكذلك انتقل الطموح بعد ذلك في الحياة العملية التدريبية، بكل تأكيد في طموح، وطموح كبير جدا، وهو شرف كبير جدا الواحد ممكن في يوم من الأيام يتواجد في 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 المملكة المغربية من خلال الأندية، وده شرف كبير يعني اتمنى ذلك، لكن في النهايه كلها يعني في 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 علم الغيب، يعني كل شيء وارد وكل شيء ممكن في هذه الحياه. احمد موسى، ذكرى او مقابله لن تنسى من ذاكرتك بالنسبه لوجودي في المغرب؟ طبعا بكل تاكيد، اللي يمكن تحدثت قبل قليل عن المباراه اللي توفى فيها الاخ يوسف بلخوجة رحمه الله عليه، هي المباراه كانت مع الند التقليدي فريق الرجاء، وفي ربع النهائي في كاس العرش، وتغلبنا فيها 1-0 بعد الاشواط الاضافيه، فزنا فيها بهدف، ولكن الموقف الحزين واليوم الحزين انه فقدنا هذا اللاعب المهول والخلوق جدا يوسف بلخوجة، هي مباراة يعني راسخة في الذهن إلى الآن، ويمكن من الصعب جدا يعني نسيان هذا اليوم. يعني موسى أحمد، سؤال آخر، اليوم في هذا التربص للمنتخب السوداني ل20 سنة، ماذا تنتظركم من مقابلات أو لقاءات في القادم الأيام؟ هو بكل تأكيد هو معسكر إعدادي لكافة البطولات لاتحاد 20 سنة أو للشبان، وهي نحن تحديدا يعني مشاركتنا الكبار بالنسبة لنا، أول يعني بنأمل عليهم بصورة كبيرة جدا، سيكافة الأفكون اللي هي مؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا للشباب، وكذلك البطولة العربية للشبان تحت 20 سنة في اللي هي مقامة في المملكة العربية السعودية، فهاتين البطولتين يعني من البطولات اللي نحن بنأمل عليهم، فلذلك كان هذا المعسكر الطويل، ويعني دعني أتقدم بالشكر أجزله للمملكة للجامعة الملكية، وفي البداية طبعا أكيد للمملكة المغربية يعني كحكومة وشعبا، وكذلك الجامعة الملكية يعني بقيادة السيد فوزي اللقجع رئيس الجامعة وأركان حربي على الاستضافة وعلى الكرم الفياض
الظروف اللي بمرها السودان كان هو معلوم للجميع، يعني ظروف حرب وظروف صعبة جدا جدا مواصلة فيها النشاط، لكن مع ذلك كل السودانيين بيعملوا، سواء كانت على مستوى كرة القدم أو على المستويات الأخرى، رغم الحرب ورغم الظروف الصعبة، لكن كل السودانيين بيعملوا بكل جهد، بيحاولوا في إنه يعني يسعوا في رفعة بلدهم ووطنهم. فوجدنا المساعدة الكبيرة جدا من أخواننا في المملكة المغربية وفي الجامعة الملكية بالتحديد، فبنشكرهم كثير على هذا المعسكر الفخيم، وتذليل كل الصعوبات وتسهيل كل الأمور من أجل إقامة معسكر إعدادي يعني يخرج منه المنتخب إن شاء الله بفورمة جيدة جدا للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة إن شاء الله. كم مدة أنتم هنا في المغرب؟ هو المعسكر من المفترض انه 45 يوم، حاليا نحن تقريبا يعني 25 يوم في موجودين في المغرب، هو المعسكر مدته 45 يوم. رسالتك للجمهور الوداد الذي يحترم اللاعب موسى احمد؟ هو طبعا جمهور الوداد انا بعتبره انه يعني زي ما قلت في الاول، يعني انا جمهور المريخ نمرة واحد ونمرة اثنين هو جمهور الوداد بالنسبة لي، يعني جمهور عظيم جدا، جمهور كبير، انا بعتبره من افضل الجماهير الموجودة في الوطن العربي، جماهير وفية جدا لناديها اللي هو فريق الوداد، الفريق الكبير، فريق الوداد فريق كبير جدا وتاريخ كبير جدا جدا، وانا حزين جدا هذا الموسم للظروف اللي بيمر بها الوداد، يعني هو يمكن بعيد جدا من المنافسه في الدوري، في الفوز بالدوري، او خرج من المنافسه للفوز بالدوري بكل تاكيد، في مركز متاخر لا يليق بالوداد، لكن انا متاكد يعني في النهايه الوداد يمرض ولا يموت، وان شاء الله الوداد قادم بقوه في مقبل السنوات القادمه، وبشكر كل جماهير الكره المغربيه يعني بصفه عامه وجمهور الوداد بصفه خاصه يعني، وانا سعيد جدا انه في يوم من الايام كنت جزء من هذه من يعني جزء من جمهور او من فريق الوداد ك ك ك كلاعب، وبعد ذلك كما ذكرت كمشجع لفريق الوداد، وجزء من المملكه المغربيه بهذا التواصل وبالمعارف الكبيره جدا في هذا البلد المضياف، فبشكر الجميع ونحن بين اهلنا يعني وبين في بلدنا الثاني. اذا تمت نداء عليك من طرف الوداد البيضاوي لكي تكون بحال مصنداو، ذهب السنغال مصنداو، ذهب من الوداد كلاعب وعاد كمدرب لعدد الفئات يعني السنيه وكذا، هل ستقبل استاذ موسى احمد؟ خصوصا ان الوداد اراها تسكن في وجدانك ودواخلك. طبعا بكل تاكيد يعني ده شرف كبير، وانا انا 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 قلت لك يعني حاليا بتابع مباريات الوداد بكل احاسيسي ومشاعري، فانا بعتبر نفسي في المقام الاول من مشجعي الوداد، وبالتالي اي نداء بالنسبه لي انا اعتبره شرف كبير جدا بكل تاكيد يعني. شكرا لك استاذ موسى احمد، وشكرا على قبولك الدعوه، ومرحبا بك في بلدك الثاني في اي وقت. اولا بشكرك استاذ مخلص، شكر خاص على هذه المقابله، وبكرر شكري وتقديري لقناة أشوف تي في على هذه السانحة، وإن شاء الله نحن دائما نكون يعني أخوان، وبتربطنا علاقات جيدة بين السودان والمملكة المغربية والوداد، طبعا بالنسبة لنا يعني حتى جمهور الوداد باعتبار انه او سوري جمهور المريخ باعتبار انه انا او جمهور السودان خليه بصفة عامة باعتبار انه انا لعبت في الوداد في عدد كبير جدا بيشجع فريق الوداد، فأتمنى إنه تزول كبوة الوداد ويرجع ويعود تاني في المستوى المحلي والمستوى الأفريقي إن شاء الله، وشكرا كثيرا.